برحب بحضراتكم مرة تانية. الفقرة الحوارية التانية في البيت الكبير دايما مميزة، ضيف مميز على مستوى الإحصائيات، على مستوى التحليل الفني، دايما بيمتعنا بآرائه الجيدة وآرائه المميزة. معانا الناقد الرياضي المتميز الدكتور طارق الأدور. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ دايما منورنا يا دكتور. الله يخليك بجد. انت اللي منور دايما بيتك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. مبروك، لازم نقول مبروك لبرونزية النادي الأهلي. وهفتح مع حضرتك ملفين مهمين جدا، ملف النادي الأهلي وأدائه على مستوى البطولة في كأس العالم للأندية، وكمان بداية العشرة يا أهلي، بداية مشوار النادي الأهلي من خلال انطلاقة مباراة المريخ بكرة إن شاء الله. ناخد الأول انطباعاتك وأرقامك وإحصائياتك للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. شوف، احنا كنا مع بعض الليلة سفر الفريق، صحيح، وكنا بنتكلم على ميدالية برونزية، كنا واضحين عارفين. انا شبهت لك كده السكة بانك انت خطوة اولى في السكة ديت، انت في متناولك اللي هي فريق الدحيل القطري، هتقف قدام القطر. فالقطر صعب شوية، كان القطر يعني صعب توقفه، وبعدين هتلعب مباراة هتحدد المركز الثالث. ما كناش عارفين لسه بالميراس ولا كان كانت الترشيحات اكتر انك تقع مع تيجريس اونال. يعني المفروض تيجريس اونال ده كان يبقى يكون هو اللي بيلعب مع الاهلي. مزبوط. على الميدالية البرونزية، والنادي الاهلي كان متعود على لقاء الفرق اللي هي بتاعت المكسيك. مزبوط. او فرق الكونكاكاف بشكل عام، لنا خبرات معاها قبل كده، لعبت معاهم وكلام من ده. وحتى يعني اول ميدالية برونزية في 2006 كانت من خلال فريق مكسيكي اللي هو كلوب امريكا، اللي كان لاعب النادي الاهلي وقتها وفاز عليه النادي الاهلي 2-1 بهدفين كانوا بديعين لابو تريكا. فاكر التسديده اللي من بره المنطقه؟ كان بدايه التصوير التكنولوجي وقتها ان هو كان بيصور لك، وصل الى درجه ان هو بيوريك رجل ابو تريكا وهي رحله الزبزبه. انت عارف عشان تعمل الكوره فبتعمل زبزبه في رجلك كده، فباينه في البطيء بقى ان رجليه وهي راحه وجايه لغايه ما تلمس الكوره. حاجه كانت جميله جدا في البطوله دي، لان طبعا كان التكنولوجي ده بتاع تلفزيون اسمه ان تي كي ان في اليابان، كان تلفزيون من اكبر شبكات التلفزيون في العالم. فكانوا هم رواد بقى للتصوير والاسلوب الدقيق في الاتش دي وكلام من ده، فكانوا ناقلين بطوله بشكل مميز. صورة جدا صوره كانت جميله فعلا. بالظبط، صوره كانت جميله. حتى جول ابو تريكه الثاني اللي هو بيعمله من الوضع راقدا كده، اتلعبت بالعرض، الزحلق وحطها دي. الجول ده فيه فنيات عاليه جدا، واتصورت من ايه؟ من الزاويه العاديه والزاويه اللي من ورا الجول ومن قدام الجول من الناحيه الثانيه. يعني اتصورت كذا تصوير عشان يوريك الكوره اللي اتلعبت ما بين فلافيو وابو تريكا وقتها. يعني عايز اقول لك ان دايما كاس العالم كانت تكنولوجي جديد فيها. شوف، في عنصرين اساسيين عشان تتكلم على كاس العالم للانديه. عنصر الناس قتلته بحثا اللي هو الفورمات بتاع البطولة أو نظام البطولة. يقولك اشمعنى يعني فريق أوروبي ولا فريق من أمريكا الجنوبية يروح جايلي من بره كده على طول على السيمي فاينل والفرق التانية تلعب من الأول؟ هو من قبيل العدالة إن ما يصحش، ما ينفعش، ما ينفعش. بالظبط. إنما إيه، عايز أقولك حاجة، أنت ما حدث في كأس العالم للأندية طفرة على المستوى الفني، غيرت معايير كانت موجودة زمان. اللي هي إيه؟ زمان فكروا يعملوا حاجة، مين احسن نادي في العالم؟ فما فيش بطوله. فقال لك ايه؟ طيب ادي فين بطل اوروبا؟ ادي ليفربول مثلا. مين بطل امريكا الجنوبيه؟ سانتوس مثلا برازيل. يلعبوا مع بعض في بطوله كان اسمها ايه؟ كاس الانتركونتيننتال او الانتركونتيننتال كاب. يلعبوا بطل اوروبا مع بطل امريكا الجنوبيه بس، عشان يطلعوا افضل نادي في العالم. هو ده افضل نادي في العالم. طب يا عم فين افريقيا وفين اسيا وفين الكلام؟ لا لا لا، دول ما لهمش لازمه، هم اوروبا وايه وامريكا الجنوبيه. الموضوع تطور، اصبح ابطال القارات موجودين. فانت ايه اذا حاولت زي ما في اعلام، وانا مش عارف ليه، تقلل من قيمه البطوله، فانك انت معاك 6 انديه ومعاهم المنظم، يعني صحيح. غير المنظم اللي هو المفروض كان اوكلاند سيتي كان بطل الاقيانوس بس انسحب. دول ابطال، كل واحد بطل قارته. يعني انا ماجي الاهلي مثلا، انت هتشكك في ان انا اللي فايز بدوري ابطال افريقيا، والبطوله كانت من اعظم البطولات. صحيح. بطوله خدت 16 شهر والاهلي فاز بيها. مش كل الانديه كانت متاحه، الترجي كان متاح والوداد كان متاح والرجاء كان متاح، كل الانديه العملاقه كانت متاحه.
طيب الاهلي فاز على كل الانديه ديت وخد اللقب. طيب هو 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 بالميراس ده اللي انت بتقول لي بالميراس ده مش عارف، في ناس بقى عايزين انا ما يعني بيقول لك بالميراس ده مش برازيلي ومش يعني كلام كده، هوات جلد الذات. يعني انت عملت انجاز لازم تقلل منه. فبالميرا ده كمان بالميراس ايه؟ شوف الاهلي بطل قبلها مثلا بشهرين ونص تقريبا، نقول شهرين ونص كده. بطل افريقيا. ليفربول بطل من شهر 8 يعني قبلها بست شهور. انما انت بالميراس ده جاي لك يوم 30 بعد ما الاهلي لما كان يعني وانا معاك هنا ليله سفر الاهلي ما كناش عارفين مين من امريكا الجنوبيه. صحيح. يعني كان لسه هيلعب بالميراس مع سانتوس. كانت يوم 30 يناير. بالظبط. والاهلي سافر يوم 28. بالظبط. فما كانش لسه تحدد مين. يعني عايز اقول لك ايه؟ بالميراس ده جاي كده من الفرح على طول، يعني طلع كده من كوبا ليبرتادوريس جاء على كاس عالم الانديه. فاذا ده بطل امريكا الجنوبيه وبطوله امريكا الجنوبيه. بوكا جونيورز لعب وطلعوه الناديين البرازيليين. ريفر بلات لعب. اندبندانتي لعب. كل الانديه الكبيره لعب على مستوى البطولات، من اقوى البطولات على مستوى العالم. تمام. يبقى اذا انا لعبت بطل اسيا، بطل المنظم اللي هو الدحيل اللي كسب بطل اسيا. يعني اصلا مزبوط. الدحيل بطل كسب بطل اسيا. يعني انت لما تيجي بيه الانديه اللي لعبها النادي الاهلي، الدحيل هو المنظم وهو من الفرق القويه في البطوله وعنده لعيبه مميزين. كمان تمام. وهو اللي فاز على بطل اسيا، يبقى هو فاز على اولسان هيونداي وفوز عريض 3-1 وكان ممكن الفوز يزيد. يبقى اذا انت كسبت الفريق اللي كسب اولسان برضو هيونداي. انت لعبت بالميراس اللي لسه جاي عريس، جاي يوم 30 بطل كوبا ليبرتادورس، ده لعبه والاهلي كسبه. عندك انت تجلس اونال فريق في قريب الشبه من النادي الاهلي في القدرات والامكانيات. يتبقى ايه؟ فريق هو الحظ اللي وضع النادي الاهلي قدام الفريق ده في الوقت ده. بمعنى ايه؟ لو انا شلت بايرن وحطيت مانشستر يونايتد، برشلونه، ريال مدريد، يوفنتوس، ميلان، حط اي نادي من الانديه الكبيره في اوروبا، عارف لو الاهلي نزل قدامه كان هيلعب معاه هيد تو هيد، يعني هيلعب معاه راس براس. يعني لو انا جبت مكان بايرن مانشستر يونايتد هلعب معاه، هلعب وهاجم لكن انت وقعت في فريق هو ده التقييم الفني، في فريق هو المفترض هو متسيد العالم دلوقتي. صحيح. يعني فريق خد دوري ابطال اوروبا دون خساره او تعادل مباراه واحده، لعب 11 مباراه 11 فوز. وما ادراك ما ماتشات بطوله اوروبا عامله ازاي والنتائج ايه؟ ده نتائج 8-2 على برشلونه وكسبان رايح جاي توتنهام 7-2 و3-0، يعني 10-2 10 في توتنهام. اولمبياكوس كسبان رايح جاي. بتتكلم في 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 في, في, في ليون اللي هو كان الحصان الاسود للبطوله 3-0. بتتكلم في النهائي في باريس سان جيرمان اللي هو معدي كل الفرق الكبيره. يعني 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 هو اصلا فرقه جابت 43 جول في 11 ماتش في دوري ابطال اوروبا، يعني بمعدل 4 اهداف في المباراه الواحده. وبعدين مش في الدوري ده، في بطوله اوروبا تشامبيونز ليج، وما ادراك الفرق اللي بيلعبها عامله ازاي. يعني بالظبط. يعني يكفيك انك تقول دلوقتي ان بايرن ميونخ بدون منازع هو النادي رقم واحد في العالم. طبيعي. يعني النادي رقم واحد في الامكانيات. ده انت كان عنده ثغره اللي هي اللعيب الوحيد اللي هو تقدر تقول ان ثغره في الفرقه، اللي بيلعب جنب يوشوا كيميتش في نص الملعب، لان كان المفروض جورتسكا عنده كورونا واللي بعديه خافي هرنان مارتينيز عنده كورونا برضه، فلعب نمره 4 اللي يعني نمره 1 و2 المفروض 2 ده غايب، فلعب نمره 4 اللي هو روكا. فلعب روكا اصيب ووجد في المباراه اللي كان لعبها ديت، راح مطلع الابا، ديفيد الابا لعبه هاف ديفندر، والنهارده قدام بيلفيل بيلعب الابا نص ملعب، مع ان الابا ما لعبش نص. بس هي بس دي. هو عنده مرونه تكتيكيه وعنده امكانيات لعيبه يعني توب على مستوى العالم، زي ما حضرتك بتقول واحد بيغيب حد بيخش مكانه بيأدي بنفس الشكل وافضل، فهو من افضل انديه العالم، ده ما لا جدال عليه. لكن اللي ضايقنا شويه او اللي قلق الحاجات اللي طلعت اللي بعد مباراه البايرن، بيقللوا من قيمه النادي الاهلي، بيقللوا كمان من قيمه البايرن كمان مش من قيمه النادي الاهلي. هي دي حته تانية. انا بصراحه يعني مش عارف ليه الاعلام عندنا بقى كده، يعني او طبعا السوشيال ميديا دخلها. السوشيال ميديا بالظبط.
فانت ينفع ان انت تقول مثلا ايه الزمالك لعب المولوديه؟ طب لو كان الاهلي لعب المولوديه انا مالي وما تلعب انت في سكتك وده بيلعب هنا وده يعني ايه اللي دخل ده ان الزمالك لو كان لعب البايرن؟ طب ما الزمالك بمشيئه الله ما يوصل يلعب بقى زي اللي لعب. دي كان ليا يعني هي تعليقها الوحيد ان هو كل يعني مع احترامي طبعا لكيان نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك لكن كل اللي قال كده هو كان نفسه الزمالك يتواجد في كاس العالم للانديه، كان نفسه الزمالك يكون بيلعب البايرن بطل اوروبا، كان نفسه يبقى موجود في الحته دي. فعلشان انت مش قادر توصل للنقطه دي او قادر توصل للمرحله دي فانت بتشكك في قدرات النادي الاهلي او بتقلل من قيمه النادي الاهلي. مظبوط، وانا ده باخد عليه بقى، لكن لانك انت ايه؟ انت لعبت المفترض ابطال كل قارات العالم، يعني دي افضل، حتى لو هو في نادي تاني كويس دلوقتي بس هو ده النادي ده اللي جاي من القاره دي هو اللي كسب البطوله. اما هتجيبهم ايه بالاختيار يعني ولا هتعمل ايه؟ البطوله كاس العالم للانديه اللي كان يفترض انها تقام الصيف اللي جاي ده صيف 2021 كانت البطوله بالنسخه الجديده اللي هي فيها 24 نادي. سبحان الله مكرونة اجلت اليورو اللي هي ده كاس الامم الاوروبيه وكوبا ليبرتادورس اتاجلت لكوبا امريكا اللي هي كاس امريكا الجنوبيه للامم اتاجلت برضو للصيف الجاي. فما بقاش ينفع يتعمل في الصيف كاس عالم الانديه، ازاي المنتخبات دي كلها هتلعب وهتعمل كاس عالم انديه؟ فاذا قرروا ان يتاجل فكره كاس العالم للانديه بنظامها الجديد الى 2023. لو كانت النظام الجديد ده كان عند افريقيا ثلاثه، ولو ان التوزيعه في ال 24 دول غير عادله برضو عشان ممكن الناس مش واخده بالها دلوقتي. طب هو هاخد من النقطه دي يا دكتور، فاكر ساعه ما كنا اشتراكات منتخبات افريقيا في كاس العالم كانت قليله؟ اعتقد كان اثنين بس من افريقيا، مظبوط؟ كان واحد، كان واحد، كان واحده ما كانوا 16 بالظبط. لكن لما كمان النادي الاهلي نادي بيمثل القاره الافريقيه بيحصل على البرونزيه لمرتين في تاريخه، ده كمان بيدي ادفانتج ويدي فرص ان كمان على مستوى النظام الجديد ان يكون عدد اكتر من افريقيا. ما هو هيبقى ازاي؟ ما هو في ناس لسه مش عارفه لغايه دلوقتي ال 24 دول هيتوزعوا ازاي. كلنا النظام الجديد اتصور 8 من اوروبا، 8 من اوروبا التلت، و6 من امريكا الجنوبيه، يبقى كام كده؟ يبقى 14. 3 افريقيا، 3 اسيا، 3 كونكاكاف اللي هو امريكا الشماليه، يبقى 9 و24 بكام؟ 9 و14 23 وبطل الاوقيانوس واحد بس. دي انا بقولك من دلوقتي قبل ما لسه في خيال لسه هتعمل مشكله، وفي افريقيا بالذات. عارف ليه؟ اول مره احنا كاس العالم للانديه اول سنه السنه دي 2021 هنلعب 2 كاس عالم للانديه، اللي خلصت دي في فبراير، وفي ديسمبر في اليابان واحده تانية اللي هيشارك فيها بطل دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي هيبدا لسه مشواره بكره مع المريخ في المجموعات في النسخه الحاليه. 2 كاس عالم في سنه واحده طبعا هيتعملوا في سنه واحده، فبطل دي هيلعب 2000 بعد 2021 اول بطوله من المفروض اللي بعدها بقى تبقى 2022 في ديسمبر. لا مش هتتلعب، هتتلعب في صيف 2023 ما لم يتأثر الأجواء بالكورونا تاني ويبقى ده تأجل. ده النظام الجديد يعني 23 2023 النظام الجديد. طيب أما تيجي تلعب أنت في بطل أما تيجي في 2023 دي هتقول إيه؟ بطل 2022 وعندك مقعدين تانيين، تلعب مين؟ غالبا مثلا تلعب الاثنين اللي يوصلوا نهائي وتلعب بطل الكونفدرالية مثلا. يعني ده مثلا على فكرة الفيفا إدى لكل قارة أحقية اختيار. يعني الاتحاد الافريقي هو اللي هيقرر، هو اللي قرر طبعا بطل افريقيا ده نمره واحد، ده طب اكيد ده أكيد بطل دوري الابطال. لكن الاثنين التانيين مين بقى دول اللي هم يحتاج؟ طب هقول لك بقى مشكله. انت المفروض النظام الجديد ابو 24 نادي ده المفروض الاتحاد الدولي حطه كل 4 سنين، مش زي كل سنه زي دلوقتي. كل 4 سنين نظام كاس عالم، امال هتعملها في الصيف ازاي؟ يعني هتعملها كل طبعًا. سنه في الصيف يعني الانديه مش هتاخد اجازه خالص؟ لا هتبقى كل 4 سنين زي كاس العالم للكبار كده، بس في السنوات الفرديه عشان ما تتعارضش مع كاس العالم ولا تتعارض مع كاس الامم الاوروبيه، هم دول اللي يهمهم. تتعارض مع افريقيا بقى مش مشكله، او الاولمبياد برضو ما عندهم مشكله. لا بس هي هتعمل كل 4 سنين. طيب اما تيجي انت في 2023 تعملها وتيجي تعملها في 2027، ما انت بيفترض انك هتاخد الابطال اللي فازوا، هتاخد بطل بس. طب انت هيبقى عندك 3 مقاعد وعندك 4 ابطال في ال 4 سنين،
مش كل اربع سنين عندك اربع صحيح. ابطال يعني يعني انت لعبت 2023 خلاص هو اكيد هياخد البطل بتاع النسخه اللي قبل 27 اللي هو اكيد ده أكيد. اكيد بس هتيجي تقول لك الله اشمعنى وهيبتدي بقى تعرف افكر اشمعنى بس عندنا اشمعنى كتير قوي اشمعنى واشمعنى خدت دوت طب انا كنت بطل في ألف يعني يعني هتاخد مثلا ابطال الثلاث سنين الاخيره اوروبا مرتاحه معاهم قوي عارف ليه عملوا ايه قال لك انا عندي 8 حلوه هم ما بيعترفوش قوي باليوروبا ليج دي عندهم الشامبيونز ليج دي هي دي طبعا نمره واحد قال لك انا هاخد الثمانيه بتوعي والوصيف ولا اربع ابطال في الاربع سنين واربعه وصيف خلصت الاثنين اللي وصلوا نهائي الاثنين وصلوا نهائي في الاربع سنين احنا عندنا في افريقيا هيبقى ساقط عندك بطل يعني مثلا حتى لو خدت مثلا على سبيل المثال هتاخد زي اوروبا فهتاخد الوصيف البطل والوصيف بس يبقى عندك واحد ساقط لسه لا ما انت ما انت عندك ثلاثه من افريقيا يبقى في سنه ناقصه في سنه ناقصه بالظبط هم عندهم كل سنه البطل رايح والوصيف كمان رايح. لكن انا عندي ثلاثه بس في الاربع سنين طب هيروحوا مين هتقول لك بقى يعني في بطل لافريقيا بطل دوري ابطال افريقيا هيكون موجود لو البطوله انتظمت بكلمك لو البطوله يعني 2023 وبعدين 2027 وبعدين 2031 وهكذا هيكون بطل لافريقيا خد كاس ورفع وكل حاجه وما بيلعبش في كاس العالم للانديه هتقول اشمعنى طب بالتاكيد هتقول اشمعنى ايا كان هو البطل مين هيقول لك اشمعنى دوت ومش عارف صحيح. ايه ويقول لك الاتحاد الافريقي ده ظالم هي الموضوع ايه انا بقول لك دي ومحدش ابدا فكر فيها هيتوزعوا ازاي المقاعد بس لما تجيك بتاعه 2023 دي هتبقى سهله ليه لانك انت البطل السنه دي هيلعب اخر السنه بطل دوري ابطال افريقيا اللي جاي اللي هو هيخلص ما فيهوش كاس عالم يعني انت دلوقتي ان شاء الله باذن الله الاهلي يبقى ياخد العشرة ويمثلنا في ديسمبر السنه دي لو فاز يمثلك في ديسمبر نتكلم بقى على 23 23 بقى تيجي ايه بطل 22 بطل اللي هو يخلص في 2022 ده مفيش كاس عالم طيب. هيجي 2023 ده اما تيجي تعمل في الصيف هيكون في بطل تاني فانت هيبقى عندك بطل وبطل دي المره الاولانيه بتاع 22 بقى مالوش حظ خلاص ما عندوش كاس عالم هنعمل ايه مش هنعمل له كاس عالم لكن هو هيبقى 23 دي اللي انا بقول لك يعني على ايه فاذا زي ما انت قلت كده شرف كبير جدا لعب في كاس عالم في فوائد كتير جدا ابعد بقى من انك تقول برونزيه وكلام من ده هقول لك ايه هي المكاسب اللي انت خدتها من حته كاس العالم للانديه بس في سؤال سالوه ناس كتير انا خدت برونزيه في 2006 وبرونزيه في 2021 بينهم كام 15 سنه اي البرونزيتين كفته الطب لما تحطهم على ميزان كده انا شخصيا بحسم لو قلت لي جيل 2006 ولا جيل 2021 اقول لك جيل 2006 ده كان جيل اكسبشنال يعني جيل استثنائي خالص يعني ابو تريكه وبركات والجمعه والحضري واسماء كبيره وعندها خبرات كبيره جدا اسماء لا يمكن تتجمع في فريق واحد صحيح. لكن لما تيجي تحط برونزيه 2006 جنب برونزيه 2021 تقارنهم الاهلي في 2006 لعب مين في الاول اوكلاند سيتي اللي هو يعتبر جاي من اضعف هو اضعف الفرق البطولات القاريه اضعف البطولات القاريه اللي هي الاوكيانوس فلاعب اوكلاند سيتي فاز عليه 2-0 لو تفتكروا في الوقت ده الاهلي لاعب مين المره دي لاعب الدحيل اللي هو المنظم اللي هو عنده 11 جنسيه مختلفه في فريق واحد واللي هو كسب بطل اسيا يعني هو من اسيا وكسب بطل اسيا يبقى مين اللي اتقل الدحيل لانك انت بص عندك كام حاجه بتلعبوا على ملعبه فريق اقوى وفريق كسب بطل اسيا يبقى ثلاث حاجات يخلوه اتقل من اوكلاند سيتي سيمي فاينال كان مع مين في 2006 كان مع انترناسيونالي بورتو أليجري البرازيل اللي هو خد البطوله بعد كده واخد بالك فرقه كانت كبيره بس هل دي هتقارنها بالبايرن بتاع دلوقتي لا ده طبعا اتقل فانت لعبت فرقه اتقل في السيمي فاينل يبقى اتقل في الدور الاول واتقل في السيمي فاينل تيجي على الثالث والرابع في 2006 لعبوا مين لعبوا كلوب امريكا المكسيكي المره دي انت لاول مره بتلاعب بطل امريكا الجنوبيه وبتكسبه يعني الاهلي لعب بطل امريكا الجنوبيه شوف كام مره لكن ما كسبوش ولا مره انما بطل امريكا الجنوبيه انت حطته في اسوأ مكان اللي هم كانوا بيلعبوا مع بعض عشان ياخدوا بطوله عالم اوروبا وامريكا الجنوبيه خليته رابع فانت خدت تالت فده يتقلك كفه كاس العالم ممكن اضيف حاجه عليها يا دكتور اه خبرات اللعيبه
ان اول مره انت يعني حتى جيل 2006 كان ليه تجربه في 2005. ده مزبوط. اعتقد كمان جيل اول مره يوصل كاس العالم ويحقق برونزيه. وهي دي بقى المكاسب. نمره واحد، ان انت صحيح النادي الاهلي اصبح نمره اتنين في العالم بعد اوكلاند سيتي برضو، اللي هو كل مره بيوصل لعب ما لعبش هو بيوصل اكثر مشاركه. فطبعا ده ما تحطوش في الحسبه قوي. لكن بعيد عن اوكلاند، فان النادي الاهلي هو اقوى اكتر فريق وصل لنهايه كاس العالم 6 مرات، حتى ريال مدريد 5، الباقي كلهم بايرن ده اللي لعب ده مرتين، بالميراس مرتين، اول مره يلعب لان هو حتى ما خد كوبا ليبرتادورس قبل كده ما كانش فيه كاس عالم للانديه، تلاقي الدحيل اول مره بيلعب، تلاقي اولسان بيلعب للمره الثانيه. الارقام بعيده يعني، فروقات كبيره. فروقات كبيره، فبتلعب 6 مرات. لكن الست مرات دول في بينهم جاب من 2013 ل 2021 15 سنة. خلى ما فيش غير 3 لعيبه كانوا متوفرين، ولسوء حظ الاهلي ان الثلاثه اللي متوفرين من اخر 4 بطولة ما لعبوش، سعد سمير ورامي ربيعه اللي هو اصابات طويله طبعا وخلتهم بعيد عن الفورمه، وجاه اللي انت كنت هتستعين بيه اللي هو وليد سليمان اللي هو الباقي من هذا الجيل من اللي لعب 2012 2013، رقم ما بيلعبش. يبقى الثلاثه اللي عندك باقين من جيل 2013 ولا واحد فيهم لعب. فاذا انت اكسبت جيل جديد بطولة، ادي مكسب نمرة اتنين يعني غير بقى البرونزية نفسها، ادي مكسب نمرة اتنين. الفنيات دي والمرة الستة دي زودت لك الامور دي. نمرة تلاتة، ان الاهلي يتحط اسمه انه اكتر واحد، اكتر فريق في الدنيا لعب مباريات 15 مباراة، ما حدش لعب 15 مباراة في البطولة، في بطولة كاس العالم. حتى اوكلاند سيتي اللي وصل 9 مرات يعني اكتر من الاهلي ما لعبش 15 مباراة، لعب 13 مباراة بس. يعني النادي الأهلي دلوقتي رقم واحد في عدد المباريات في كأس العالم للأندية. يعني تخيل ملعب كأس العالم للأندية أكتر نادي استقبله واتكتب اسم الأهلي على الملعب، ها أكتر النادي الأهلي. مفيش نادي تاني لعب هذا الكم من المباريات، ده مش مكسب؟ طبعًا. هات بقى المكسب بقى الرابع، إن أنت في الخيارات اللعيبة اللي جت كان عندك شكوك شويه، واحنا كنا اتكلمنا عليها ليله السفر، قلنا ان مشكله النادي الاهلي من ضمن المشاكل نسبه اهدار الفرص اللي هي بتفوق شويه المعادلات الطبيعيه. وقلنا ان مشكله الدفاع في احداث العمق الدفاعي ده واغلاق الثغرات امام المساحات اللي بتبقى ورا نص الملعب وبين الدفاع ونص الملعب وكده، وقلنا دي مشكله. النادي الاهلي كان عنده اختبار صعب جدا، انك انت بتلعب وانت بتلعب الدحيل عندك طرفين دودو وادملسون لاعبين كويسين جدا وتقال ولاعيبه على الاطراف كويسه جدا، عرفت توقف دول. صحيح شويه ادملسون فلفص من محمد هاني، لكن انت بتلعب مع بايرن اللي كان عنده كومان بيلعب ناحيه الشمال، وكان عنده الفونسو ديفيز بيلعب ناحيه الشمال وبيميل عليهم كمان جنابري ساعات، كل دول محمد هاني وقفه في الماتش الثاني، وايمن اشرف اللي هو غير مكانه قدر يوقف الجبهه اليمين اللي كان فيها اكتر من لاعب، توماس مور كان بيروح لها او بنيامين بافار او كومان كان بيروح او كومان كان بس احيانا بيبدل مكانه. فعايز اقول لك ازاي انت عرفت تختبر الاطراف بتاعتك في 3 مباريات قدام 3 فرق عندهم اجناب كويسه. ونمره 5 بقى، انك انت بتخاف كنت من قلب الدفاع في كرات عرضيه، في لعيبه بتلعب ضربات راس. طب مين اتقل من دول؟ مين اتقل من ان افضل انديه العالم بتلعب عند ان الاختبارات اللي تعرض لها ايمن اشرف وهو بيلعب في قلب الدفاع، وايمن اشرف برضه وهو بيلعب باك شمال، وعلي معلول ومحمد هاني وبدر بنون بقى اللي هو يعني اتسلطن كده في الماتشات بتاع كاس العالم، سلطان بدر بنون فعلا. فمتخيل ان دي كم اختبارات خلت اللعيبه دي تتحط في حته تانية خالص. طب خلينا ناخد يا دكتور عشان الوقت ما يسرقناش، ناخد هذه الخبرات من كاس العالم للانديه ونبدا نستفيد بيها في المشوار العشرة اللي هيبدا بكره ان شاء الله مع امام المريخ السوداني، ونتكلم حضرتك تكلمنا عن الامكانيات الفنيه للمريخ السوداني، وهل فوز سيمبا على فيتا كلاب هياثر على اداء الفرقتين بكره؟ حلو قوي كده، ده بدايه المشوار الحقيقي. الاهلي لعب ماتشين بس كانوا سهلين امام سونيداب بطل النيجر في الدور الاول، لكن دايما والبطوله بنظامها القديم اما كانت المجموعات من دور الثمانيه كنا بنعتبر البدايه الحقيقيه للبطوله من دور الثمانيه، حتى النقاط اللي بياخدوها الفرق
من دور الثمانية، دلوقتي المجموعات بقت من دور الستاشر، فالبداية الحقيقية من دوري المجموعات. أيوة. ما قبلها ده تتلعب الفرق السهلة. يعني الدور الأول تمهيدي يعني. بالضبط. وحتى في دورين بس النادي الاهلي اعفي من اللعب في الدور ده لانه كان ضمن الدور ده كان خرج كمان الرجاء يعني كمان يعني في مفاجات كبيره عن طريق بطل السنغال. ما ده اللي انا جاي لك بقى فيه. فضل. فالبطوله في 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 دورها الحقيقي بقى اللي هو دوري المجموعات بينت لنا من الجوله الاولى حاجات كتيره جدا. بينت لنا ان في فريق زي طنج اللي طلع الرجاء ده كلنا فاكرين ان هو طلعه صدفه، فوجئنا بيه هو بيتقدم على الترجي في ملعبه في تونس 1-0 والترجي بينه وبينك بتعادل بضرب الجزاء، كلنا شفنا ان الكره ما جاتش في ايد المدافع يعني ما جاتش في ايد المدافع بتاعه، وفوز الترجي بصعوبه بشق الانفس قبل النهايه بدقائق ان يفوز 2-1 بينت لك ان في فريق. الله ده جاي منين ده؟ نمره 2 ان انت في مجموعه الاهلي واحنا بنتكلم فني فني بحت، بنقول اهلي فيتا فريقين هما اللي سبق ليهم في المجموعه دي الفوز بالبطوله دوري الابطال يعني. أيوة. لان المريخ فاز بس فاز بكاس الكؤوس اللي هي سابقا، ففريقين فازوا بدوري الابطال ديت ومعاهم فريقين ما فازوش، والفريقين اللي فازوا فنيا حتى في السنوات الاخيره تلاقي الاهلي موجود وهو الفايز باللقب الاخير كان موجود في النهائي اللي قبل اللي قبليه والنهائي اللي قبليه مرتين امام الوداد المرشح بطل المجموعه. طبيعي الاهلي مرشح للمجموعه. فيتا كان موجود في دوري المجموعات حتى ما كان مع النادي الاهلي في السنه اللي قبل اللي فاتت والنادي الاهلي كسبه وهو كسب الاهلي في مباراتي الذهاب والعوده، يعني فرقه موجوده فنيا وعاليه فنيا وجايه من الكونغو اللي هي ملعبها في 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 كينشاسا صعب جدا، صعب ان اي فرقه تاخد منهم نقاط. وقلنا ان الاثنين اللي من عن بعد بقى سيمبا والمريخ، راح سيمبا كسبان فيتا في ملعبه، اذا قلب الموازين كلها. اصبح انت عشان بتفكر كاهلي دايما انك انت مش تتعدي بس، انك انت تاخد بطوله المجموعه كمان ان هو بطل المجموعه عشان تلعب لعيب فرقه في مركز تاني فتبقى ايه المنافسه اسهل في دور الثمانيه. صحيح. وتعدي اسهل. صحيح. فانت فوجئت ان سيمبا ده بيفوز خارج ملعبه على فيتا، قلب لك موازين المجموعه تماما. طب عشان قلب موازين المجموعه تماما واعتقد هيكون ليها ردود افعال بكره على المستوى الفني ان شاء الله النادي الاهلي يكون عنده هذا الثبات ويلعب باسم البطل. تعال مع حضرتك نشوف موسيماني نفسه، موسيماني المدير الفني طبعا النادي الاهلي قال ايه على لقاء بكره النادي الاهلي امام المريخ، ونرجع تاني نكمل حديثنا الرائع مع الرائع الدكتور طارق الأضول. احنا فقدنا لاعبين كتير زي ما قال، بس بيقول طبعا احنا ما بنشتكيش، عندنا لاعبين كافيين يقدم مباراه بكره، وفرصه لاعبين تانيين ما بيشاركوش ان ياخدوا زمن المشاركه ويشاركوا في المباراه. We foresee, we foresaw this space. We knew when we come from Qatar we'll be having a hectic game where CAF games are coming, where Egyptian Cup starts, where also the Dawr is still around. So this is the period of the testing time for Ali. وعارفين كنا عارفين مسبقا ده هيحصل، احنا راجعين من قطر ان هيبقى في يعني في ماتشات متتاليه متتابعه سواء دوري او كاس او بطولات افريقيا، فعارفين ده التحدي اللي لعيبه الاهلي الفتره الجايه بنقيس نفسنا بيه. But the games against the Sudanese teams for Ali have always been difficult games. لكن طبعا مبارياتنا دايما امام الفرق السودانيه بتبقى دايما ماتشات صعبه بالنسبه للاهلي. That is good that we play home. Otherwise, we would have been traveling. It would have been more hectic for us. So, thanks God, we are playing home. بس كويس إن هيلعب يعني الماتش الأولي ده هيلعبه عندنا مش هيلعبه برا، إما كان حطاه نسافر هتبقى في إرهاق أكتر. فالحمد لله الأول مباراة هتبقى مع المريخ هنا عندنا. بس نسافر. We're playing a very difficult team, of course. هلعب فريق صعب جدا. A well-rested team. ومستريح أكتر. Didn't have a lot of games. They are fresh and they are all available. طيبين بدنيا وكانش عندهم ماتشات كتير زينا وكلهم متاحين، اللعبة كلها متاحة ما فيش غيابات كتير زينا. But we don't have excuses, it's Ali. We have to play all the games. We knew that we're gonna have these games. And كان فيش أعظم مع النادي الأهلي يعني. لازم نلعب كل الماتشات وعارفين هيبقى في ماتشات زي دي لازم نكون مستعدين ليها. And we expect good results. واتوقع ان شاء الله ان احنا هنعمل نتيجه كويسه. والله يعني مرحب بيكم، واحنا زي ما كنت قايل جايين من رحله صعبه
على المستوى البدني والفني وعلى المستوى الذهني بالنسبه لنا. انجاز كبير اتحقق وميداليه مهمه بالنسبه لنا كجيل وكلعيبه نبني عليها الفتره اللي جايه وتدينا دفعه في البطوله الافريقيه ان شاء الله، ان احنا نستفاد زي ما الكوتش قال من السلبيات والايجابيات، نحاول نطور من نفسنا الفتره اللي جايه. بنلعب خصم قوي، خصم منافس لنا دايما في الكره السودانيه سواء كان نادي المريخ او نادي الهلال، فعندنا ماتش صعب معاهم بكره وعندنا تحدي كبير ان احنا جايين من مكسب وجايين من حاله معنويه كبيره، فلازم نحافظ على الحاله المعنويه دي والحاله النفسيه اللي احنا فيها ونبتدي بدايه كويسه نحافظ على اللقب بتاعنا، وده الطريق بتاعنا نحو اللقب العاشر ان شاء الله، فتكون بدايه كويسه لينا وبدايه فيها مكسب ونفرح جمهورنا زي ما احنا بنفرحه الفتره اللي فاتت، ولاعبتنا زي ما هم رجاله الفتره اللي فاتت يكملوا على نفس المسيره ان شاء الله باذن الله. الحمد لله يعني الواحد رجع الفتره اللي فاتت بشكل كويس وموجود في التدريبات مع الفريق. بالنسبه لنا كواحد من كبات الفريق اهم حاجه عندنا ان الفرقه تأدي بشكل كويس، الفرقه تكسب، ان احنا كل مباراتنا نفوز بيها. المشاركه في الاول وفي الاخر ده قرار المدير الفني ولازم نحترمه كلنا، والمدير الفني حريص ان احنا كلنا نكون جاهزين وان احنا نكون متواجدين في المباريات، لكن اهم حاجه مصلحه الفريق ده رقم واحد. بالنسبه لماتشنا مع المريخ احنا مركزين بشكل كويس جدا، عارفين ان الناس جمهورنا عنده طموحات كبيره وعنده حوافز كبيره ان هو عايز يكسب كل ماتشاته سواء جوه مصر او خارج مصر، فاحنا بنشتغل على ده. النهارده مستر موسيماني اتكلم معانا في النقطه دي قبل التدريب ان احنا لازم نكون مركزين بشكل كويس جدا، عندنا ماتش صعب بكره. كل الفرق بعد البطولات اللي انت بتحصل عليها تحترم النادي الاهلي اكتر وبتلعب قدام النادي الاهلي بقوه اكتر وبتلعب النادي قدام النادي الاهلي بشراسه، فلازم احنا نكون مركزين وبنقابل ده بكل قوه وبكل شراسه علشان خاطر نفضل محافظين على النجاحات اللي احنا بنحققها سواء على مستوى البطولات او على مستوى ان انت تكسب كل 3 بونت بحيث ان انت تتصدر مجموعتك ان شاء الله وتصعد للدور اللي بعديه ان شاء الله باذن الله. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه. دكتور طارق، تعقيبك على اللي قاله موسيماني وسعد سمير، وكمان نعرف من حضرتك الرؤيه الفنيه لفريق المريخ، عارفين انه فريق قوي ويمكن في بعض الصفقات الجديده دخلت، مدرب لسه بقى له 10 ايام، فناخد تعقيب حضرتك على اللي شفته خلال المؤتمر والرؤيه الفنيه لفريق المريخ. بص، اكتر حاجه لفتت نظري في كلام موسيماني وسعد سمير هو الـ 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 الارتباطات والالتزامات اللي على النادي الاهلي السنه دي، اللي هي مش عند اي نادي. الاهلي خلص بطوله افريقيا، دخل على طول في الكاس، دخل في الدوري الجديد، راح كاس العالم للانديه، عنده لسه كمان سوبر افريقي وعنده سوبر مصري وعنده بقيه الدوري وعنده كاس مصر. فيعني انت بتتكلم في من نوفمبر لغايه ما نيجي على الصيف كده، ما الله اعلم الدوري هيخلص امتى، لغايه انت بتتكلم في ايه؟ في بطوله افريقيا وبعدين كاس وبعدين الدوري القديم والدوري الجديد وكاس العالم للانديه والسوبر الافريقي والسوبر المصري. 7 بطولات، بتتكلم من نوفمبر لغايه الصيف، يعني 7 بطولات تقريبا، تقريبا كل شهر بطوله. المشكلة إن ده عامل حمل على النادي الأهلي بشكل خاص. يعني إيه؟ أنت بتلعب 3 مباريات في كأس عالم للأندية وفي بطولة أنت مسافر لها. السفر ده بيخلي كل مباراة بتبقى طبعًا إيه؟ أصعب من إن أنت تلعب في القاهرة. صحيح. عندك سفرية تانية هتروح فيها برضو تلعب السوبر الأفريقي في مباراة، وعندك مباراة أخرى السوبر المصري، يعني 5 مباريات. كمان النادي الأهلي لعب في الدور التمهيدي. يعني الزمالك مثلا ما لعبش في الدور التمهيدي اما انسحب نادي جزال بطل تشاد، فما لعبش في الدور التمهيدي، فوفر مباراتين، فتيجي تلاقي الفوارق توصل ل 9 مباريات بين الفريقين، بين التزامات الفريقين. فحاجه بتسلب حاجه، ده من اصعب المواقف اللي بتقابل المدرب. مش كده موسيماني بيقول لك انا جاي من كاس عالم الانديه وداخل على دوري وعند داخل على بطوله افريقيا جديده. صحيح. ارتباطات والتزامات بتصعب الماموريه جدا، وبالذات ان انت في داخل على بطوله افريقيه ما انتش عارف موازين القوه ايه تاني. يعني سيمبا ده اللي جاي كده من بره خالص وبيقول انه رابع المجموعه، راح كسبان فيتا وبره ملعبه. الهلال خسر تقريبا برضه في اول مباراه في المجموعه، والهلال السوداني. ما هو النتائج كلها فيها يعني فوز سيمبا على فيتا بره ملعبه، ده مفاجاه. مازيمبي وشباب بولوزدادو، ان مازيمبي يتعادل على ملعبه في لوبومباشي، ده مفاجاه.
ان المباراه الثالثه اللي صن داونز يفوز على الهلال، يمكن الهلال انا مش متخيل ان صن داونز استعاد عافيته تاني بعد ما مشي موسيماني وبعد ما حصلت الدروب بتاعهم السنه اللي فاتت، لكن مش هو اللي يفوز على الهلال 2-0 صحيح، ففاز عليه 2-0. وبعدين عندنا الوداد وكايزر شيفز، الاتحاد الافريقي بيلحس القواعد اللي هو عملها. يعني هو قال لك لو القاعده واضحه وصريحه، اقولها لك بالانجليزي بس خلينا نترجمها بالعربي على طول، اذا لم يتمكن فريق من اللعب على ملعبه بسبب ظروف كورونا يعتبر خسر 2-0، اذا لم يتمكن فريق من السفر نتيجه اصابات لاعبيه يحتسب خسران 3-0، اذا لم يتوفر لدى الفريق حد اقصى 15 لعيب، كان بيقول لك حكايه لازم بينهم حارس مرمى، بينهم حارس مرمى شالها شالها خلاها، فقال لك ايه خلاص خليهم 14 بس بقى 14، ومش شرط حارس مرمى كمان. يعني احنا لو كانت اتطبقت علينا في افريقيا للشباب اللي انت كنت لسه بتكلمه شباب الاهلي اهو، فكان زمانهم لعبوا الماتشين لان ده العدد اللي كان موجود. كل الكلام اتغير اول ما الوداد وقع ومش هيقدر يستغل، خلاص قال لك ناجلها. طب ازاي تغير؟ انت حاطط قاعده انت اللي حاططها، فالماتش ده اتاجل. اتاجل لامتى؟ الله اعلم. يعني الاهلي اللي جاي من كاس العالم للانديه كان مبرر ان هو اتاجل له بس 3 ايام على اعتبار ان هو كل الفرق لعبت يوم 12 و13 وهو ناهي 11، فالمنطقي ان هو على بال ما يرجع هيلعب فرق الثلاث ايام دول، بس هيدبسوا ده في انه ايه الجوله الثانيه هيلعبها بدري. صحيح. هياخد فتره طاقه اقل. تعالى عايز اخرج حضرتك من الحته ديت عشان كمان اللي يهمنا كمان رؤيه حضرتك الفنيه، وده مهم جدا رؤيه حضرتك الفنيه للمباراه بكره على مستوى المدرب اللي بقى له 10 ايام بس، على مستوى كمان الفريق. انت شايف فريق المريخ ازاي في ظل الظروف الحاليه؟ بص على مستوى النواحي الفنيه الفوارق كبيره، الفوارق خلينا نسميها في عرف الرياضه احسن ملحوظه، يعني مش في تقارب كده زي ما بنتكلم كتير قوي لما كنا بنتكلم انا وانت عن مباريات متقاربه. صحيح. زي نهائي افريقيا، فبتقعد تحلل الدقائق الصغيره قوي عشان تشوف ده اكتر من ده بقد ايه. لا الفوارق الفنيه ملحوظه لصالح النادي الاهلي، الخبرات بتاعت اللعيبه، الكواليتي بتاع اللعيبه اللي في الاهلي غير خالص اللعيبه اللي في المريخ. فاذا هنا في فوارق أولية في النواحي الفنية. نمرة اتنين بقى، فريق المريخ السوداني يعتبر الفرق اللي في مجموعة الأهلي كلها دربيات في بلادها، يعني 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 بنتكلم على دربيات مع نادي آخر زي الأهلي والزمالك كده عندنا. يعني المريخ والهلال بالزبط. تلاقي فيتا ومازيمبي، تلاقي سيمبا وبتاع ده اسمه ايه ده، في ديربي يعني كلها دربيات. فالمريخ والهلال دول ديربي طبيعي. وده حتى الان النهارده كده المريخ لعب مباراه اكتر من الهلال السوداني في الدوري، متصدر الدوري يعني. متصدر 19 نقطه والهلال 18، يعني لو الهلال فاز يتصدر هو الدوري، لو تعادل يتساوي، متشابه بالاهلي والزمالك دلوقتي حتى في الدوري بالظبط. العمليه قريبه قوي، المريخ بيلعب بطريقه 4-4-2، راسين حربه ثابتين، راسين حربه واربعه في نص الملعب. ولكن فرقه المريخ الميزه اللي عندها ان عندهم لعيبه النواحي البدنيه عندهم كويسه، وكونهم هيلعبوا اربعه في نص الملعب ده معناه ان انت محتاج انك تامن نص ملعبك بالدفاع بتاعك الكومباكت. انت بتلعب على ملعبك صحيح، لكن مش المفترض انك تسمح بان هم يستغلوا تواجد اربعه في نص الملعب، وبيلعبوا على فكره كتير جدا لما بيسقطوا الاثنين الاطراف بيلعبوا. هقول لك طبعا الطريقه بيلعبوا بيها ازاي، فهم بيلعبوا 4-4-2. يبقى بدايه الرباعي النص الملعب ده هو دي المنطقه اللي لازم موسيماني يفكر كويس قوي انه اكيد هيلعب بطريقته العاديه بقى، يرجع تاني 4-2-3-1. بس ازاي 4-2-3-1 دي تقفل بيها كل الثغرات زي ما عملت انت بنجاح في مباريات كاس العالم للانديه او حتى في الدوري قبلها. طيب. كانت في مشاكل، ابتدت المشاكل تقل شويه شويه سواء في المساحات او في حتى يعني يمكن اخر مره ظهرت كانت ماتش المقاولين ان انت في مساحات وبيجي فيك هجمات مرتده وكلام واتصلحت في الشوط الثاني بشكل واتصلحت فبنتكلم ايه، جيسيك ميدراج اللي هو المدير الفني الجديد ده، هذا المدير الفني عنده خبرات، ده جه هنا في الاسماعيلي على فكره وراح نادي الاتفاق السعودي وهو راح انديه كتير متوسطه، لكن ميدراج فكره دايما في تامين الدفاع،
يعني دايما هذا المدير الفني خبراته او فكره ان ازاي انا أأمن نفسي ولو قدرت اجيب جول اجيب بالظبط. فهو عشان كده انت متخيلينه ان اولا ازاي موسيماني هيعرف انه يسيطر على منطقه نص الملعب لو بيلعب باثنين، بان بقى الثلاثه اللي تحت راس الحرب هيقوم بالاطراف دول بدور دفاعي قدام الاثنين الباكين ويقفلوا المساحات وكلام من ده، ما يديش فرصه لفريق المريخ ان هو ينظم الهجمه المرتده. على ذلك مفيش مشكلة. مشكله المريخ في راس الحربه اللي هو بكري المدينه، ده طبعا من اللعيبه اصحاب الخبرات اللي هو تسمعوا كده لعب منتخب السودان وكلام من بكري المدينه، هو اللعيب اللي انت تخاف منه انه مميز في الكرات العرضيه بدنياً. ومميز بدنيا ومميز في ضربات الراس، وهو هداف بيلعب جنبه ضياء محجوب، وبيلعبوا في نص الملعب بقى بالرباعي مصعب وعماد محمد وامير كمال وسيف الدين بخيت، دول اربعه بيلعبوا في نص الملعب. فانت لو سيطرت على منطقه نص الملعب وراقبت لعيب اللي هو اللي مكمن الخطوره بتاعه بكري المدينه، يبقى تقريبا يعني وقفت 60-70% من الخطوره. نيجي بقى لخط الظهر، هو دايما في الفرق السودانيه حتى الهلال لما كان بيكسب الاهلي وتلاقي فرقه الهلال فرقه جباره مشاكلهم في الدفاع. هو كان اخر البطوله دي واحد من الماتشات العقبات كان انك بتلعب الهلال في اخر جوله في دوري المجموعات السنه اللي فاتت وعايز ما تخسرش، كونك ما تخسرش قدام الهلال في الجمهور ده اللي حدف طوب ونزل ده وقال بهدله الدنيا، كانت صعبه جدا، موضوع صعب جدا كان موضوع صعب. لكن انت عملت ايه؟ عملت ما يجب عمله في مثل هذه المباريات، قفشه كورتك جول، فرحت حطيتهم بدل ما هم حاطينك تحت ضغط ان اي جول هيفرق معاك وان انت ممكن تطلع من البطوله، لا ده انت اللي بقيت متقدم. حتى لما تعادلوا فانت كنت خلاص ركبت المباراه صحيح. فده نفس الكلام، فريق المريخ عنده مشكله في خط ظهره وبالذات قلبي الدفاع احمد ادم واحمد محمد، دول الاثنين قليلين طبعا في السرعات برضو قدام لعيب النادي الاهلي، سواء اي لعيب بقى هيلعب تحت راس الحربه قليلين، حتى في الرقابه قليلين، في التمركز الثلاث حاجات دول يبين لك اي دفاع لو دفاع مش بيتمركز صح يبقى خلاص اي لعيب مميز هيسرقه في الحته التغطيه. ممكن الكفرنج عندهم مشكله، عندنا مشكله شويه لو الكره اتلعبت من وراهم ما عندهمش السرعات الكافيه. فخلينا نتكلم اجماليا ان شاء الله يا دكتور، حضرتك شايف المباراه باذن الله في المتناول لو النادي الاهلي ان شاء الله مركز كويس قوي زي ما حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، سيطرنا على او خدنا احنا نبدا بالريتم بتاعنا نجبرهم على ريتمنا، ولو اجبرناهم على ريتمنا اعتقد مش هيكون عندنا مشكله يعني. لا ان شاء الله مفيش مشكله، بس هو طبعا ميزه عند النادي الاهلي انه بيلعب اول ماتش في ملعبه واخر ماتش هيلعب سيمبا برضه في ملعبه. فانا بحب قوي القرعه، لان في قرعه تانية لو انت جيت نمره 2 او 3 في القرعه هتلاقي ايه، لو انت رقم 2 او 3 هتلاقيك بتبدا بره وتنهي بره، انما القرعه عشان الاهلي كان رقم واحد في القرعه فجاء اول ماتش بيلعبه في ملعبه اللي هو المريخ واخر ماتش هيلعبه في ملعبه اللي هو سيمبا. الجولتين الثالثه والرابعه انا احب قوي ان الفرقه الصعبه تلعبهم في الجوله الثالثه والرابعه، لان هما بيبقى انت بتحسم فيها يعني اللي هما مع فيتا لأن خلي بالك وجهه نظري ان فيتا هيرجع طبعا، بس طبعا هتبقى الامور صعبه، انما سيمبا حط المجموعه على نار من الاول لغبط. فانت بقت يعني مبدا دايما اللي بقوله لكل الفرق المصريه، انت عندك ثلاث ماتشات في مصر تاخد التسعه دول ما فيش فصال فيهم، تيجي بره بقى اتعادلت ماتشين اللي بياخد 11 بيعدي 11 بيوصل فانت عايز تعادلين حتى لو خسرت مره مش مشكله. وان كنت انا شايف ان الاهلي بايده جدا انه يعمل مفاجاه كبيره انه ياخد ماتشات المجموعه ان شاء الله. نتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله بدايه موفقه، بدايه مشوار العشره ان شاء الله يكون بكره باذن الله. طبعا في النهايه بنشكرك يا دكتور، يعني دايما بتنورنا وبتشرفنا وبيبقى دايما يعني فقره مميزه جدا، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. شكرا ليك يا دكتور. دي كانت نهايه فقرتنا والفقره الحواريه الثانيه في البيت الكبير.